أورانج كتقدم لكم أورانج تالنتس غناء، برنامج اكتشاف المواهب المغربية. لجنة التحكيم جمعات 18 المشارك اللي بقوا معنا في استوديو كما كتشوفوا، حيتاش موجدة لهم مفاجأة متميزة وتقدر تكون مفاجأة قاصحة في نفس الوقت، حيت متعلقة بأشنو غادي يغنيو في البرايمات الجاية وكتطلب بزاف ديال الخدمة. المقفى البارح بإذن الله إن شاء الله كنتمنى منكم يعني يكونوا مفلوقين أليز، هذه لافونتيغ يعني ماشي شي حاجة، كنت تأدبتهم أوكي. ثاني كاين اللي كانوا مولفين الجيتار خويا جلال، كاين اللي كيولف الجيتار حيت كيلقى راسو واحد بحال هكا كيلقى ما يدير كيلقى يدير بحال هكا بيديه، لحقاش واحد كيكون كيلعب ديما الجيتار دابا مخبي فيها مخبي في الجيتار يعني سا سي با كيكون حيت كنحيدو له الجيتار وكنجيبو له واحد اخر اللي عادي يعزف معاه الاله ولا شي حاجه، كنحسو بواحد الارتباك واحد لانه ما رانيز حس بشي حاجه ما كايناش الانسان اللي يحاول سواء بالاله ولا بلا اله يكون عنده هذاك الحضور حتى رجمو. الحاجه اللي زوينه انك قبل ما تجيو هنا قبل ما تشوفوا هذا البرنامج راكم ما خسرتوا حتى شي حاجه، يعني ما غتخسروا حتى شي حاجه فهمتي؟ كسبنا شفتكم يعني راه كسبتونا وحنا كسبناكم وربما تدخل شي واحد ما يفوش ويجي واحد 50 هاني شتاميش ممكن ناخدوها بالضحك وناخدوها إلى ربحنا مزيان ما ربحناش سيبا كاف صافا؟ شوفوا حيت تكونوا طالعين سيرسال بحال هاي عوضة نهاركم كاينش كاع ما كاين لا موجة لا والو، شوف عادي لا أغني حياة سعيدة حنا غير كنغني كيف ما شاهدنا جميع في الأسبوع اللي داز في البرايم الثالث، المشاركين غنوا في مجموعات غنائية دي ماشاب وتفرجنا كلنا في ثلاثة منهم. أسماء يونس وجلال غادي يشرحوا لهم المسألة أكثر وغادي يقسموا مجموعات الغناء حسب الطبقة الصوتية والميول الموسيقية ديال المشاركين. المشاركين بينوا على حماسهم لطريقة الغناء الجديدة واستعدادهم للتدريب. موعدنا غدا في يوميات أخرى ومفاجآت جديدة غنعيشوها مع مواهب أورانج تالنتس الموسم الثاني. حيث المهم تبان موهبتك، أورانج المساند الرسمي للمواهب المغربية. من المهم ديما قريب أورانج.